هي، لكن الاداء النهارده قوي، الخطوط متقاربه، ودي حاجه مميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لان دي هتفرق معانا جدا واحنا بنلعب المباراه الاولى هناك في الوداد. لازم تبقى الخطوط متقاربه والمساحات اللي بين الخطوط بتبقى ضيقه، دي هتفرق معانا جدا. النقطه كمان التغييرات احنا يمكن قلنا ان هيبقى وليد سليمان، اليو ديانج، جيرالدو، وايضا هنتكلم على التغييرات في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وهنحلل كل تغيير، يعني نقول ده نزل مكان ده اثر، يعني هنتكلم فيها. بس ولكن احنا بنتكلم على الاداء النهارده، الاداء الفني للنادي الاهلي يعتبر يعتبر فوق المتوسط، يعني ما نقدرش نقول ممتاز، لكن نقدر نقول يعني افضل من الماتشات اللي فاتت. افضل طبعا، افضل من الماتشات، والروح كمان احسن كتير من الماتشات اللي فاتت. صحيح.